صياح البنت في جمع الرجال تجنبه هدى يسامعون. عجبت وخالقي من سعيهن لتعليم الرجال البالغين. فما كان الصحابيات أيضا يعلمن الرجال ويختلينا. ألم يسمعن عن نسوان وقت الحبيب وخير كل المرسلين. بفجر قد وضعن مروطهن مخافة أن يرى من ينظرون. إذا وقت النهار بلا جدال تجنبن الرجال ليحتمينا. وقانا الله من فتن غزار ومن تضليل قوم من جاهلين. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. والتصفيح يعني التصفيق. اللهم اجعل لي نورا.